مساء الخير. بما أنه ضيف حلقتنا الليلة هو الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد وئام وهاب، رح نستعرض الأسئلة يلي حبيتوا تطرحوها عليه. نبدأ مع محمد بركات على الفيسبوك يلي حابب يعرف شو هي النتائج المتوقعة من الحوار السوري بموسكو. أديب برغام بيسأل معالي الوزير شو رأيه باغتيال كوادر حزب الله؟ أما جيلبارح كيم بيسأل شو وضع دروز بظل الوضع الحالي بسوريا وشو رأيه بترشيح تيمور جملات للانتخابات النيابية؟ ننتقل على تويتر وأول سؤال طرحناه عليكم كان هل أنت مع رد لحزب الله على عملية القنيطرة؟ موني مع الرد وإلا منكون من العرب المنهزمين، بينما حربة بتشوف أنه لازم يرد حزب الله بس الوقت غير مناسب، فمش ممكن لحزب الله أنه يدخل بحرب مع إسرائيل وهو عم بيقاتل بسوريا. بعدنا على تويتر والسؤال الثاني كان كيف تقيم مبادرات الحوار بين المستقبل وحزب الله وبين عون وجعجع؟ بالنسبة لسليمان أي مبادرة للحوار هي إيجابية، بس السؤال هو شو الهدف أو الأجندة؟ أما بشير بيعتبر أنه الحوار ما بيغير الوجهة السياسية للطرفين ولكن أكيد بيخفف الاحتقان. ننتقل على الفيسبوك. أحمد عبدالله بيلاقي أنه ما في تقييم بالسياسة، فاليوم حوار وبكرة عداوة والعكس صحيح. الحوار كرمال تقسيم الانتخابات، هذا كان رأي وائل سكاب. منتابع مع قاسم محسن اللي بيقول بس يستقلوا بقراراتهم فينا نقول بداية جيدة وفيها نجاح. الإرهاب من باريس إلى بيروت، كيف يمكن الدفاع عن صورة الإسلام؟ أيضاً على الفيسبوك أحمد هرموش كان جوابه بإبعاد الدين عن الحياة السياسية. بالمقابل جنى شمالي بستاني بتأكد أنه الإسلام الحقيقي مش بحاجة أنه ندافع عنه، أما الدفاع عن الإسلام التكفيريين فمستحيل طالما هو مرتبط بالإرهاب والتكفير. ومنهي مع كامل جورج وهبي على تويتر اللي بيقترح إقامة مؤتمر إسلامي واسع والإجماع على أنه كل هالأعمال بتضر بصورة الإسلام وتحذير الشاب المسلم من استدراجه لهاللعبة. هذا كان كل شيء، شوفكم الأسبوع المقبل.